أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 8 أكتوبر في نشرتها اليومية الخاصة بكوفيد 19 عن تسجيل 2929 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للحالات بالمغرب 142953. وبالنسبة للحالات المستبعدة فقد تم تسجيل اليوم 22197، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة ببلادنا 2,660,538. وبخصوص الوفيات فقد بلغ العدد اليوم 47 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتوفية بالمغرب 2486. وبالنسبة للمتعافون فقد بلغ العدد اليوم 2133 حالة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية 120,275. وبالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة فقد بلغ العدد الإجمالي اليوم 440 و37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الجهات للحالات الجديدة والوفيات فهو كما يلي: بالنسبة لجهة الدار البيضاء أسطات فقد سجلت 1522 حالة جديدة و16 حالة وفاة، الدار البيضاء 1114 حالة جديدة و12 حالة وفاة، النواصل 85 حالة جديدة، سطات 79 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، برشيد 78 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، المحمدية 64 حالة جديدة، الجديدة 64 حالة جديدة وحالتي وفاة، سيدي بن نور 17 حالة جديدة، مديونة 12 حالة جديدة، بن سليمان 9 حالات جديدة. بالنسبة لجهة الرباط سالة القنيطرة فقد سجلت 366 حالة جديدة و8 حالات وفاة، صخيرة التميرة سجلت 90 حالة جديدة، الرباط 58 حالة جديدة و5 حالات وفاة، القنيطرة 56 حالة جديدة، سيدي قاسم 54 حالة جديدة، الخميسات 51 حالة جديدة، سالة 49 حالة جديدة وحالتي وفاة، سيدي سليمان 8 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة. وبخصوص جهة مراكش أسافي فقد بلغ عدد الحالات الجديدة 219 وأربع حالات وفاة، مراكش 119 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة، قلعة صراغنة 28 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، الرحامنة 25 حالة جديدة، الحوز 13 حالة جديدة، الصويرة 13 حالة جديدة، أسفي 9 حالات جديدة، شيشاوة 7 حالات جديدة، اليوسفية 5 حالات جديدة. بالنسبة لجهة سوس ماسة فقد سجلت 207 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة، أكادير إدا وتنان 139 حالة جديدة، إنزكان أيت ملول 49 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، الشوكة أيت بها 8 حالات جديدة، تارودان 6 حالات جديدة، تيزنيت 4 حالات جديدة، طاطا حالة واحدة. بالنسبة لجهة درعة تافيلات فقد سجلت 131 حالة جديدة وأربع حالات وفاة، الرشيدية 54 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة، ورزازات 27 حالة جديدة، تنغير 22 حالة جديدة، ميدل 17 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، زقورة 11 حالة جديدة. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 122 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، طنجة أصيلة 42 حالة جديدة، تطوان 130 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، العرائش 11 حالة جديدة، المضيق 12 11 حالة جديدة، الحسيمة 10 حالات جديدة، شفشاون 6 حالات جديدة، وزان 4 حالات جديدة. بالنسبة لجهة بني ملة الخنيفرة فقد سجلت 118 حالة جديدة وأربع حالات وفاة، خريبكة سجلت 44 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة، الفقي بن صالح 32 حالة جديدة، بني ملال 31 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، خنيفرة 11 حالة جديدة. بالنسبة لجهة الشرق فقد سجلت 114 حالة جديدة وخمس حالات وفاة، وجدة أنقاد 66 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، ناظور 34 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة، توريرت 5 حالات جديدة، بركان 5 حالات جديدة، قرسيف حالتين جديدتين وحالة وفاة واحدة، جرادة حالتين جديدتين. بالنسبة لجهة فاس مكناس فقد سجلت 76 حالة جديدة وحالتي وفاة، تازة 24 حالة جديدة، مكناس 13 حالة جديدة وحالتي وفاة، تاونات 10 حالات جديدة، فاس 9 حالات جديدة، صفرو 8 حالات جديدة، الحاجب 7 حالات جديدة، إفران 5 حالات جديدة. وبلغ عدد الحالات الجديدة بجهة قلميم وادنون 22 حالة وحالتي وفاة، قلميم سجلت 12 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، سيدي إفني سجلت 10 حالات جديدة، أسزاق لم تسجل أي حالة جديدة لكنها سجلت حالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب فقد سجلت 17 حالة جديدة بوادي الذهب. وبخصوص جهة العيون الساقية الحمراء فقد سجلت 15 حالة جديدة، العيون 11 حالة جديدة، سمارة 3 حالات جديدة، بوجدور حالة واحدة.